لو جينا عملنا ابلكيشن معين مثلا من فايل نيو بروجكت اتاكد انها سي شارب وعملت ويندوز فورمز ابلكيشن اخترت ويندوز فورمز ابلكيشن يبقى في شاشه يعني مش مشكله احنا بنتكلم على الكلاس في حد ذاته مش هيبقى عندنا مشكله. طيب سيبك من الشاشه اللي طلعتنا دلوقتي دي احنا عايزين نعمل كلاس اسمه ستودنت زي ما احنا اتكلمنا عنه كتير كده عايزين نشوف هنعمل فيه ايه. فقوم جاي كده من بروجكت وقايل له اد ايه؟ اد كلاس نكمل بروجكت واد كلاس. قال لي اسمي الكلاس ده ايه؟ قلت له اسميه ستودنت قمت دايس على اد. حلو قوي. في حاجات كتير مكتوبه احنا مش فاهمينها يعني مثلا كلمة يوزنج والحاجات اللي موجودة فوق دي ما اتكلمناش عنها خالص. ما اتكلمناش عنها هسيبك منها دلوقتي. خلاص؟ اللي ما تعرفوش امسحوا على طول. خلاص؟ إيه دي في حاجة اسمها نيم سبيس وادي بدايتها وادي نهايتها، ما اتكلمناش عن حاجة اسمها نيم سبيس، صح؟ امسحها ما يهمكش منها دلوقتي. أنا مش عايز أستخدم غير اللي أنا بتكلم فيه بس. خلاص كده؟ اللي احنا شرحناه هو اللي نكتبه بس عشان لما اقول نيم سبيس هقول لك بتعمل ايه وهو مركبها يعني. لما اتكلم على الباك الايبورتس والكلام ده كله هستخدمها بس واحده. خلينا بس احنا قلنا كلاس ادي كلاس اسمه ستودنت وادي الدايت وادي نهايته دي كده محدش يقدر يعترض عليها. خلاص كده؟ خلاص كده كلمه كلاس والستودنت وادي الدايت وادي ايه؟ وادي النهايه بتاعته. حلو قوي. عايزين نعرف جوه الكلاس دوت مجموعه من الفيلدز. فيلدز يعني متغيرات. طب تعالى والله انا محتاج اعرف متغير مثلا اي ان تي انت اسميه الاي دي مثلا. حد زعلان؟ مش امشي بس عرفته كده؟ اه عرفته كده. طيب ممكن اعرف متغير نوع سترينج اسميه نيم. خلاص؟ كويس قوي. والى اخره. انا مش عايز اطول، انا عايز اقول كده ده فيلد دي كده على بعضيها كده والى اخره. كمل بقى كل البيانات اللي انت عايزها. كده دي بالنسبه لنا نسميها احنا ايه؟ ممكن ارص مجموعه من الفيلدز الثانيه جوه الكلاس. فانا بتكلم لاي طالب عندي ليه اي دي وليه نيم بس انا بختصر خالص بقلل الوضع على قد قدر الامكان. طيب تعال نشوف البروبرتيز بتتعرف ازاي. البروبرتي قلنا هي عباره عن تو ميثودز اساسيين، واحده بالست واحده بالجيت، واحده بتحط قيمه واحده بتجيب ايه؟ بترجع قيمه. خلاص كده؟ قال لك لو انت جيت بصيت على الاي دي ده بحد ذاته انا ممكن اعمل له بروبرتي هي اللي تحط جواه الاي دي وهي اللي تجيب الاي دي من خلالها هي، ما تبقاش من خلال مين؟ المتغير، ما تبقاش من خلال المتغير. ليه ودي لفه؟ اقول لك ليه دي هنقولها قدام، ليه عم نعمل كده دي هنقولها قدام، لكن دلوقتي عايز اوريك كلمه الايه؟ البروبرتي بتعمل ازاي؟ البروبرتي بتعمل ازاي؟ طيب فممكن اجي اقول بابليك، بابليك يعني اي حد من بره يقدر يوصل لها. باك الكلاس دوت ده لسه محتوى هو داخلي ليه، يعني كمان المحتوى الداخلي للايه؟ للكلاس. لكن اللي هيجي يستخدمه اللي هو يقصد بيه مين؟ الاوبجكت. خلاص الانستنس منه، الانستنس منه لما اجي اعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت ده هيقدر طالما كلمه بابليك محطوطه معناها انت تقدر تتكلم يا اوبجكت مع الحته دي. طالما انت ما حددتش على حسب بقى. في حاجات بتبقى برايفت وفي حاجات بتبقى بابليك. يعني مثلا الفيلد سنة اوتوماتيك بتبقى حاجه اسمها برايفت، بيبقى حاجه اسمها برايفت. يعني ايه برايفت؟ يعني المفترض ان اي اوبجكت هيجي يتعامل مع الكلاس اللي اسمه ستودنت ملوش حق ان هو يخش بشكل مباشر يتكلم مع المتغير اللي اسمه اي دي او المتغير اللي اسمه نيم، ممنوع. دي معنى كلمه برايفت. اي اوبجكت هيجي يتعامل مع الستودنت مش هيقدر يخش يشوف الاي دي ولا النيم. ليه؟ صبرا. السبب لسه هنجيبه كمان شويه. لكن احنا عايزين نشوف البروبرتي. عايزين نشوف الايه؟ البروبرتي. فانا عايز اعمل بابليك انت اي دي وادي بدايتها وادي نهايتها. اعمل واحده تعمل عمليه اسمها ست وست هنا هتعمل ايه؟ في قيمه هتتبعت. هاخد القيمه دي عايز اخزنها جوه المتغير اللي اسمه اي دي، صح؟
وباقي الاي دي ده السمول. فقول له عارف المتغير اللي اسمه اي دي السمول ده؟ قال لي عارف. قلت له القيمه اللي هتتبعت لك كلمه فاليو دي كلمه كي وورد، يعني ايه؟ كلمه محجوزه ما تكتبش كده، مفهومها ثابت، كلمه محجوزه ثابته مفهومها ثابت. ايه هي؟ معناها ان القيمه اللي هتتبعت للخاصيه او للبروبرتي اللي اسمها اي دي هتتاخد وتتحط جوه المتغير اللي اسمه اي دي ده. يبقى دي وظيفه الست. ممكن تكون وظيفه الست هنا تعمل حاجه ثانيه قبل ما تست البيانات، تقول لازم يكون الاي دي مكون من 5 خانات مثلا، فتتاكد قبل ما تحط القيمه جوه المتغير ان هي الحجم بتاعها 5 خانات. هتكلم الحته دي كمان شويه، لكن المهم عايز اشوف شكل الجيت. الجيت هنا هي بتعيد قيمه او بترجع قيمه لمين؟ للمستدعي. مين اللي بيستدعي؟ الاوبجكت اللي هو هيبقى نسخه تنفيذيه للكلام ده. اي اوبجكت يجي يقول هات لي الاي دي، مين اللي هيشتغل في الحاله دي؟ الجيت. فاقول له ريتيرن الاي دي. بس انا عايز اوضح شويه حاجات. ده كود خلاص، لكن محتاج تفهم حاجات ثانيه. ايه يعني؟ انا ليه عملت بروبرتي؟ ما كنت عملت الفيلد دوت يا اخي بابليك وخلصت، واحنا عارفين ان المتغير بقدر احط جواه قيمه واقدر اجيب منه قيمه، ايه المشكله يعني؟ ما المتغير مش عباره عن مخزن، بحط جواه قيمه واجيب منه قيمه. ليه بقى نظام ودنك منين يا جحا دي؟ خلاص وليه اعمل له بقى بروبرتي كبيره وهي تحط الست وهي تحط الجت وهي كده ما كنت حاططهم وشلتهم وخلاص؟ اقول لك اه، بس في فرق كبير. الفرق هنا ان لما بتعمل بتعمل بروبرتي للفيلد دوت يبقى ليك امكانيه انك تكتب جوه الست اي اكواد انت عايزها، مش مرتبط بس انك تحط قيمه جوه المتغير. المتغير في حد ذاته لو انا حطيت له اي قيمه جواه محدش هيتكلم. يعني لو جيت كده جوه متغير قمت حاطط جواه متغير انت مثلا، قال لي اكتب رقم الطالب، تقول طب رقم 0، هل المتغير اللي نوعه رقمي هيرفض ان انا ابعت رقم الطالب 0؟ بس ممكن المفاهيم الاساسيه حاجه اسمها البيزنس رولز بتاعتك انت، يعني حسب المكان. المكان يقول لك لا مفيش عندي كود للطالب الا لما يكون 6 خانات مثلا، دي قاعده خاصه بالمكان. هل المتغير اللي اسمه انت هيقول لك لا انا ارفض، او تقدر تتحكم فيه وتقول لازم ياخد 6 خانات؟ مفيش حاجه زي كده في الايه؟ في الفيلد او في المتغير في الفاريبلز نفسها. لكن طالما انت عملت بروبرتي بقت متاحه ليك اللعبه دي. ده مثال عشان اوريك الفرق ليه بيعملوها كده. طب تعالى سبيل المثال ان انا لو جيت جوه ست كده جوه البروبرتي ديت، ممكن ادي الست كلها اولها اهي ونهايتها اهي، ان شاء الله اكتب اكواد بقى ايه زي ما انا عايز. فممكن اجي اقول لك اف مثلا ان الاي دي، خدت لي بالك انت، اكبر مثلا من ادي مثلا عايزين 6 خانات 2 3 4 5. طالما اكبر من دي يبقى هياخد 1، يعني هيبقى اكبر من دي يبقى كده 6 خانات، صح كده؟ ولا في حاجه ديت فيها مشكله ديت؟ يبقى اتاكدت هنا ان الاي دي اب 6 خانات وانت طالع، عايز اخليها ما توصلش ل7 خانات رقميه، ما يوصلش ل7 خانات ايه؟ رقميه. فبقول له هي اكبر من 5 9، يعني من اول من اول خانه 6 هتبقى معايا شغاله. اند وفي نفس الوقت الاي دي لازم يكون اقل من 7 خانات. اقل من الايه؟ اول حاجه في ال7 خانات اللي هي ايه؟ 2 3 4 5 كده. ما هو اللي اقل من ده بواحد اللي هو ايه؟ 6 9، صح ولا لا؟ اللي اقل من دي بواحد اللي هو 6 ايه؟ 6 9، خلاص كده؟ تمام كده؟ يبقى انا كده حددته ان هو يحدد عدد خانات معينه. لو كنت بتكلم مع المتغير بشكل مطلق استحاله اعرف حاجه زي كده. استحاله. بلاش دي، مثال تاني غيره. ممكن لو انا في الداتابيز عندي، في داتابيز مرتبطه بالموضوع، داتابيز يعني في بيانات متعلقه بالموضوع، بيانات متعلقه بالاكواد. فممكن وانت بتحط قيمه معينه انا لازم اتشيك القيمه دي ليها مقابل عندي متسجل قبل كده ولا لا. لو انت بتتكلم عن متغير، المتغير ياخد القيمه يحطها جوه مش هيقدر يتكلم، خلاص انتهى، خلي البيان حطه جواه. لكن هنا عشان البروبرتي بتخدمك فممكن تيجي جوه البروبرتي دي بقى تقول له طب روح كده شوف الملف اللي احنا كنا مسجلين فيه مش عارف ايه، في القيمه دي موجوده ولا لا؟ لو موجوده خلاص ماشي اقبلها، لو مش موجوده ما تقبلهاش مثلا. خلاص؟ فهنا البروبرتي فتحت لي مجال كبير بنسميه البلاك بوكس.
ايه هو البلاك بوكس؟ ان انت كاوبجكت، انت كاوبجكت ما تقدرش تعرف ايه العمليات اللي بتتم جوه الكلاس. انت كاوبجكت ما تعرفش تقدر تعرف ايه العمليات اللي بتتم جوه الايه الكلاس. طب ليه هقول لك، لان من مفاهيم البرمجه المتقدمه جدا ان احنا مش هنعمل الاكواد دي وهنكتبها عشان انت اللي تستخدمها. يعني دي الحقيقه احنا مش بنكتب الاكواد في كل الحالات عشان احنا اللي هنستخدمها. ازاي؟ حلوه ازاي؟ جميل. اسالك سؤال، انت بتشتغل سي شارب او بتشتغل جي بي دوت نت او بتشتغل اي حاجه في صح؟ بتستخدم الاكواد اللي هم عاملينها، وليكن مثلا بتقول له مسج بوكس دوت شو صح؟ فبتعرض رساله. عايز اسال سؤال، هي مسج بوكس دي عباره عن ايه؟ كلاس. دوت شو دي عباره عن ايه؟ ميثود جوه الكلاس صح ولا لا؟ ميثود جوه الايه؟ ميثود جوه الكلاس. وهنا بقى نيجي نقول والله المسج بوكس دي كانت عباره عن كلاس، وكلمه دوت شو ديت ده المسج موجوده جوه الكلاس. الله، ده مجنون. هم مبرمجين كده، هم مقسمين اللعبه بتاعتهم برضه كلاسز وميثود وده ما بيشتغل. يقول لك هنا بقى السؤال، هم لما جم عملوا الكلاس اللي اسمه مسج بوكس على سبيل المثال، هل اتاحوا لنا كل حاجه جوه او عرفونا ازاي بيشتغل جوه؟ عشان هما بيتابعوا الاساليب اللي احنا بنتكلم فيها دي. فبيقول لك انت ما تيجي برضه خليك عندي سبب ان مش انت بس هتستخدم الكلام ده. ان شاء الله قدام لما نتعرف على الويب سيرفيس هتلاقي ان احنا بنعمل اكواد معينه وكلام من ده ونحطها على الانترنت، خلاص؟ لاي حد يستخدمها. لاي حد انه يستخدمها. الحاله دي اي حد ممكن يستخدمها، ما اعرفش، ممكن يكون موبايل ابلكيشن، او ممكن يكون ديسك توب ابلكيشن، او ممكن يكون ويب ابلكيشن تاني، موقع تاني. هنا انت بتحجمه عشان ما يخربلكش الدنيا. طبعا الهاكرز بيلعبوا في الحته دي حلو قوي، هو بيحاول اصلا يضربه في الحته دي. بيحاول يعمل لك مشاكل من خلال ان هو بيسرق بيانات. يعني مثلا فاكرين لما كنت كنت تكمل بشرحكم يعني ويب سيرفيس، بقول لكم والله هي عباره عن اكواد موجوده عادي جدا على الانترنت وتقدر تستخدمها. قلنا كده حتى اللي مش فاكر اديني قدامك تاني. طيب هنا مثلا لما اديكم مثال ساعتها قلت لك مثلا درجه الحراره، لو انت عايز تدفع عندك في الموقع هتجيب المعلومه دي منين؟ يبقى في ناس ثانيه كاتبه حاجات معينه بتنادي عليهم فيجيب لك درجه حراره حسب المنطقه، انت تبعت له المنطقه ويجيب لك درجه الحراره بتاعتها. خلاص كده؟ دي اكواد هم كاتبينها. وهو بيقول لي ابعت المدينه وانا ابعت لك درجه الحراره بتاعتها. لو انا بعت له المدينه حمص هيرد عليا يقول لي هي قيمه هنا ببعتها له. اقول ايه؟ جوانا. خلاص؟ الكلمه اللي انا ببعتها له دي المفروض تتخزن في مكان عنده صح؟ حاجه في الاثنين. يخزنها ويطلع كده ويخزنها جوه فيلد مباشر حاجه كارثي، الوضع كارثي. خلاص؟ لان مش هيقدر يرفض كلمه حمص. خلاص؟ يا اما بيخزنها من خلال ايه؟ بروجر. لما اديله كلمه حمص هنا ينزل يدور عنده في الايه؟ في المحافظات او الدول او الحاجه اللي موجوده عنده. ما لقاهاش هيرد عليك او حاجه، هياخد شرط، لكن مش هيخزنها ونتعامل معاها. خلاص؟ ده مثال مثلا، ده مثال تاني واضح جدا من العمليه. فهنا البروبرتي بتشتغل بلاك بوكس، يعني انت بتبعت الكلمه بس مش عارف ترى هيقبلها ولا مش هيقبلها. لكن لو متغير صريح وانا عارف ان هو متغير سترينج، يا نهار اسود، ده ممكن اسجل فيه اي كلام فاضي. ممكن اسجل فيه حاجات تضرب حاجات ثانيه. انت بتقولي مباشر. انت بتقولي مباشر، يعني مثلا بتتعامل مع الداتابيز مثلا، عارفين انت بتشتغل ديس كيو مثلا بشكل مباشر. لو انت اديتني متغير عادي يبقى انا ممكن احط فيه انت كاتب بتقول لي اكس اسمك ايه؟ قلت لي اسمي، قلت لي اسمك، اسمي والله جديد كروم مش عارف ايه وبتاع وبعنا ديسك. اول ما تاخده تيجي تسجله جوه الداتابيز غير الدنيا. خلاص؟ ده اعبط حاجه ممكن نتكلم فيها. خلاص؟ ودي موجوده ومنتشره، يعني مش منتشره بس طبعا هي بدات يعني خلاص قديمه قوي يعني. بس موجوده. الفكره انا يعني تكلمني هنا اللي انا بقوله.
الدنيا اللي انا بقوله نبدا ستله الدنيا حره يكتب اللي هو عايزه. لا روبرت نفسه دي امكانيه انك ما تخليه مش عارف هو يعمل ايه خلاص. عشان كده بنسميها ايه؟ بلاك بوكس. خلاص كده؟ طيب ففهمنا ليه عاملين الست والجت او الفكره دي عشان ما يبقاش ابقى انا هو مش عارف انا هعمل ايه وانا برضه ممكن يديني امكانيه ان انا اقدر اتحكم في القيم المدخله على الفيلدس اللي عندي. ما تبقاش الفيلدس عريانه كده. خلاص؟ طيب ممكن نعمل بروبرتي ثانيه للنيم. ممكن نعمل بروبرتي ثانيه لمين؟ للنيم. مش هعملها، انا هعمل من كل حاجه واحده كده عشان الايه؟ عشان الوقت. وتخلي بقى في الاكسرسايزز بقى اللي هنضيفها هي اللي هتبقى فيها ايه؟ الامثله كتير. طيب دي البروبرتي اللي عندنا. عايزين نعمل ميثود. الميثود دي في حد ذاتها او الفانكشن دي هي عباره عن اجراء يعني مجموعه من العمليات. او بنسميها ساعات كده نقول عليها هو برنامج صغير سب بروجرام. برنامج صغير. خلاص؟ فالميثود عباره عن سب بروجرام يعني برنامج صغير. البرنامج الصغير ده بيؤدي وظيفه، يفضل ان هي تكون وظيفه واحده بس. يفضل، لكن ممكن يكون متبع فيه اكتر من وظيفه. بمعنى لو افتراضا مثلا بتعمل برنامج ما بيحسب المجموع والمتوسط ومش عارف ايه وكلام من ده، دي تقول لي والله الشاشه عندي مش محتاجه غير المتوسط بس. فانت مضطر عشان تجيب المتوسط اللي هو المتوسط مثلا اللي هو المعروف اللي هو المجموع على العدد. فانا كده عايز اوصل للمجموع. تيجي اتنين يفكروا، واحد بيقول لك ايه؟ هي ميثود اسمها الافرج المتوسط. اجمع وبعد اجيب المتوسط ورجع له المتوسط. ده تفكير خطا ولا صح؟ صح 100%، بس هو بيقوم بوظيفتين هنا. خلاص بس تفكير صح. لكن الافضل ايه بقى؟ انك تعمل ميثود واحده بتجيب المجموع وميثود ثانيه بتجيب الايه؟ المتوسط. طب هتقول لي ما طول على نفسي، اقول لك بالعكس، ما هو ده بقى الناس اللي ما بتبصش قدامها، الناس اللي بتبص تحتيها. اللي بيبص تحتيها ايه هو؟ بيبص تحتيها ايه هو؟ بقول لك انا عايز متوسط بس يا اخي. السعد عمل اثنين ليه؟ اعملها في واحده واخلص. هو شايف ان هو كده خلص. لكن الانسان اللي بيبقى بقى يبص لقدام يقول لك لا ده انا لسه قدام ما اعرفش ايه اللي هيحصل. يمكن احتاج عمليات معينه تتحسب على المجموع. يبقى هضطر ابوظ الدنيا او اعيد الاكوان. يعني ده ضربت وقتك في اثنين او في ثلاثه. ضربت وقتك في اثنين او في ايه؟ اما لو انا مقسمها يا سلام. ما مش هعيد حاجه، انا هنادي بس وخلاص. انا بتاع السم واستخدمه على طول. فدايما حاول قدر المستطاع. طبعا العمليه دي مش عايزه تقلق منها قوي، العمليه بتيجي بالممارسه، ممارسه طويله كمان. لما تقعد تشتغل كتير نفسك عندك حرفه التقسيم. ازاي انا ابص على حاجه اقول لا اقسمها الاثنين احسن؟ دي هتيجي مع الايه؟ مع الوقت. بس تبقى فاهمها بس دلوقتي، لكن هتيجي الحرفه دي بقى فعليا مع الايه؟ مع انك تعمل حاجات زي كده كتير. المهم فالمثل اللي قلنا عباره عن برنامج، والبرنامج بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه. ايه هما؟ من مدخلات وعمليات ومخرجات. انبوتس وبروسيس واوت. خلاص كده؟ السؤال اللي بنقوله دايما، طب السؤال اي برنامج، اي برنامج طبعا بيبقى ليه عمليات ولو عمليه واحده. والا ما يبقاش برنامج. ان لو برنامج ما فيهوش عمليات يبقى هيرو. يبقى انت لسه ما كتبتوش بقى، لكن ما هوش برنامج يعتبر، ما هوش ايه؟ ما هوش برنامج. يبقى نقدر نقول ان البرنامج من غير عمليه ما يعتبرش برنامج، صح ولا لا؟ يبقى برنامج فاضي، ايه رايك فيه؟ جربه كده زي الفل. خلاص؟ يبقى كده البرنامج على الاقل يكون فيه عمليه، واما معناها ان انت لسه ما عملتش حاجه، يا اما يكون معناها انت لسه ما عملتش ايه؟ حاجه. طيب. طب هل البرنامج لازم يكون ليه مدخلات؟ لازم يكون ليه انبوتس؟ لا مش شرط يكون لازم يكون ليه انبوتس، ممكن يكون ليه انبوتس، ممكن يكون ملوش انبوتس. يبقى البرنامج في حد ذاته قد يكون له انبوتس وقد يكون ملوش ايه؟ انبوتس. طيب يعني ممكن برنامج معين بيقول لي ابعت لي نص القطر وابعت لي مش عارف ايه، ابعت لي اسم الموظف وبيانات، ده لازم كده ايه؟ اسمها انبوتس انا بتبعتها له عشان يبدا يشتغل. لكن في برنامج تاني ما بعتلوش حاجه، بقول له جيب لي المتوسط خلاص، ما بقول ما بعتلوش حاجه عشان يشتغل، فهو بيشتغل على طول ما فيهوش مدخلات. طيب طب المخرجات بقى، الاوتبوتس بقى، هل كل البرامج ليها اوتبوتس؟ ليها مخرجات؟ لا، ممكن يكون برنامج بيقوم بعمليات معينه وخلاص. العمليات دي لا تعيد نتيجه، والعمليات دي لازم مش شرط ان هي تكون بتعيد ايه؟ نتيجه، لكن في الحد الغالب بيبقى البيانات العمليات بتعيد بايه؟ ترجع بنتيجه، لكن مش شرط. مش شرط.
يعني مثلا تقول لي ابعت لي الاسماء دي مدخلات، هتاخد الاسماء دي وتسيفها في ملف على جنب، خدت الملفات البيانات وسيفتها في ملف على جنب، وبعدين دي العمليات. طب وبعدين بس خلاص مفيش مخرج، مفيش ايه، مفيش ناتج للعمليه، هو بس خد مني حاجات وعمل عمليات وعمل ملف ورص فيها البيانات وخلاص على كده انتهى، فمفيش هنا ايه مخرج. طيب تعالى نعمل ميثود بسيطه اسمها ليها مدخلات وليها عمليات وليها مخرجات اسمها سي هالو. قول هالو خلاص، هي بابليك عشان اي اوبجكت يقدر يستدعيها. بعد كلمه بابليك كده خلاص انت كلمه بابليك معناها اي حد يقدر يستدعيها اللي هو اي اوبجكت يعني. بحدد نوع البيانات اللي هيرجع، يعني ايه نوع البيانات؟ مش في قلنا في مخرج؟ هنا المخرج هيقول لي هالو فلان، هيقول لي هالو ايه؟ فلان، ده المخرج بتاعي. عشان اعمل كده، عشان اعمل كده البيانات اللي هترجع دي، عايز اسال سؤال، البيانات اللي راجعه دي نوعها ايه؟ تاريخ ولا رقم؟ لا ده نص، نوع المخرج هنا نوعه ايه؟ نص، هيرجع كلام، في كلام هيرجع. فقوم كاتب هنا كلمه ايه؟ سترنج. وبالحاله دي يبقى انا كده حددت نوع البيانات اللي هتطلع من تنفيذ الميثود دي. هي نوع البيانات هتطلع من تنفيذ الميثود دي. وبعدين يبقى دي اول كلمه بابليك، بعد كده نوع البيانات سترنج، بعد كده قال لي بعد كده سمي الميثود، اديها اي اسم، خلاص؟ فقلت له مثلا سميتها سي سي هالو. خلاص بعد كلمة سي هالو مفترض بيقول لي حدد المدخلات بتاعتك، حدد المدخلات ايه؟ الانبوتس بتاعت البرنامج. برنامج السي هالو ده ليه مدخلات؟ قلت له اه لازم ابعت له الاسم عشان يقول لي هالو فلان. مثلا ده البرنامج اللي في دماغنا دلوقتي. هالو فلان فلازم انا اعمل انبوتس، لازم يبقى فيه مدخلات، ايه المدخلات بتاعتي؟ يبقى انا مفترض احدد المدخلات بتاعتي ما بين القوسين دول. طب لو ما كانش فيه مدخلات افتح القوسين وحطهم كده فاضيين، يبقى مفيش مدخلات. اما لو في مدخلات تضطر تفتح القوس كده وتقفله وتكتب في النص الايه؟ الانبوتس اللي انت عايز ايه؟ تبعتها. سميها ارجمنتس او بارامترز. ارجمنتس او ايه؟ او بارامترز. اللي هي الانبوتس. فاقول له بس هياخد مني نص هو عباره عن الاسم، هو عباره عن ايه؟ الاسم. هياخد مني كده اكني عرفته متغير عادي. متغير اسمه نيم واسمه ونوعه سترنج، بس طالما حطوه بين القوسين بتوع الميثود اللي اسمها سي هالو ديت، يبقى دوت لازم نبعته عشان الميثود تبدا تشتغل. يبقى ده ايه هنا بارامتر. بارامتر على فكره يعني قيمه سوف ترسل. محدش ترجمها يقول لي بقى وسيط، انا ما اعرفش ايه وسيط اصلا. يعني المستخدم هو دي كلمه وسيط؟ ترجمها لغه عربيه ما فيش حاجه بقى ما تترجميش، لكن البارامتر هنا قيمه سوف ترسل. قيمه هتتبعت من بقى من المستخدم من اوبجكت من ماليش دعوه. خلاص؟ لكن هي لازم تتبعت عشان ده يشتغل، دي معنى كلمة إيه؟ بارامتر أو أرجمنت. طيب. وأدي بدايتها وأدي نهايتها. طب مطلع لي إيرور على كلمة سي هالو. ليه؟ قال لي أنت مش قايد إن سي هالو دي بترجع سترينج؟ قال لي أه، قال لي فين ده؟ الكود فاضي مفيش حاجة رجعت حاجة. صبر. صبر يا بني آدم. قلت له لما تيجي تشتغل هتعمل عملية واحدة بس. إيه هي؟ قلت له هتعمل ريتيرن. ريتيرن يعني هترجع كمخرج. هترجع ايه كمخرج؟ قلت له هتكتب كلمة هالو وجنبها مسافة، دي كده ما بين دبل كوتيشن معناها ان هي حاجة ثابتة، كلمة هالو وجنبها مسافة كده، أي حاجة ما بين دبل كوتيشن ترسم كما هي، ترسم كما هي كما هي. وجنب كلمة هالو ديت هتحط لي النيم اللي هو المتغير اللي اليوزر بعته، فالمتغير يبعت كلمة أحمد فيبقى النيم شايل كلمة أحمد. فيجي يقول له ريتيرن كلمة هلو مسافة وجنبيها كلمة نيم اللي هو كلمة ايه؟ فيقول لك هلو مسافة. بس كده. دي عملية جوه ميثود بسيطة جدا جدا جدا. في حد ذاتها او في شكلها كميثود. خلاص؟ طيب. يبقى شفنا ايه الفيلد وشفنا البروبرتيز، وادي كمان شفنا الايه؟ الميثودز اللي هم اهم المكونات الاساسية. صبرا صبرا لسه في كونستراكت ولسه بس واحده واحده خلاص. ليه؟ ماشي. طب لسه ما كملناش. ده البلو برنت. يعني ايه البلو برنت؟ ده الكلاس في حد ذاته ما بيشتغلش، في حد ذاته ما بي ايه؟
لكن هو كان عباره عن حاويه ضمت مجموعه من الفيلدز ومجموعه من البروبرتيز ومجموعه من الميثودز ومجموعه فاهم. بس هو ما بيشتغلش ما بيرنش خالص الا لو انت عملت منه اوبجكت وبدات تشتغل عليه. الا لو انت عملت منه اوبجكت وبدات تشتغل ايه عليه. فاروح كده على الشاشه على الفورم اللي عندي دي ماشي. اروح على الفورم الشاشه دي واروح على التول بوكس يبقى صندوق الادوات بتاعنا من مجموعه الكومن كنترولز الادوات الشائعه هناخد زرار هو واحد. ولو عملت سي بلس بلس هتدي نفس الطريقه خلاص هو براحتك. وحطينا زرار خلاص كده. لو انا عايز اكتب عليه مثلا كلمه مثلا اي حاجه زي ما احنا عارفين بنعمل كليك يمين عليه ونقول له ايه بروبرتيز او بروبرتيز هيطلع لي خصائص ان انا ممكن اغيرها. فممكن ارجع لخاصيه التكست واخليها ايه طبعا دي اي كلمه مكتوبه مش عشان تكون نفس الكلمه اللي بتاعت الميثود يعني ولا حاجه ماشي. على العموم عشان ابرمج الزرار ده لما يداس عليه يبدا يشغل بقى اللي احنا ظبطناه هناك ده بعمل ايه دبل كليك على الزرار دخلني في حته كده مش عايز اقرا فيها دلوقتي مطرح ما ادخلك اكتب كود لغايه لما يجي يشرح الشاشات خلاص كده. هاجي هنا وعايز استخدم الايه اللي احنا عملناه. فما عامل كده student طلع لي اهو سميته اس. اس هنا في حد ذاته ايه بالنسبه لي ده اوبجكت. اما كلمه student ده الايه الكلاس. عشان نقدر نسويه بنساوي بنكتب كلمه بتساوي نيو student يعني نسخه جديده من student. لان ممكن كمان ده اوبجكت او جاي عامل كمان اوبجكت جديد غيره محدش يكتب دلوقتي ولا حاجه واسميه اكس بيساوي نيو student. ده عملت كمان نسخة اسمها اكس بقى في عندي واحد اسمه اس وواحد اسمه اكس وواحد اسمه ام وواحد اللي هو كل واحد بقى كل تمثيل من التمثيلات اللي هيبقى فيها بياناتهم مختلفة. ده اي دي وده اي دي تاني ده نيم وده نيم تاني ده بيقوم بالعملية ده بيقوم بالعملية بشكل تاني والى اخره. تعرف المثال اللي انا مش هنجرب غير واحد بس. هقول له اس اس ده الاوبجكت دوت. بص معايا كده طلع لي هنا الاي دي شايفينه؟ عشان ده كان بروبرتي طلع لك بالشكل ده. وطلع لي حاجة اسمها سي ايه؟ سي هالو دي ميثود. اما الباقي دي كلمه ايكوالز وجيت هاش كود وجيت تايب وتو سترنج هتلاقيهم دول مشتركين في اي حاجه موجودين في كل شيء. هسيبك منهم دلوقتي خلاص ما تشغلش بالك بيهم. لكن يمين ان في اي دي وفي سي هالو. طب فين بقى الاي دي اللي هو السمول والنيم السمول؟ مش هم الظاهرين ليه؟ لان هم كانوا برايفت لان هم كانوا ايه؟ لكن هم دول كانوا بابليك يعني تقدر توصل لهم كايه كاوبجكت. فقلت له قلت له الاي دي بيساوي 3 خمسات. طبعا انا متاكد ان 3 خمسات دي مش هتتسجل. حد معترض؟ لا تتسجل ليه؟ لانه من 6 خانات واحنا ما على فكره احنا ما قلناش هيعمل ايه لما ما تغيرش 6 خانات. ما قلناش. حطينا شرط بس ما حددناش صح كده؟ مش هيضرب ولا حاجه. مش هيسجل البيانات. مش هيسجل حاجه. انت لو بصيت على الكلاس ده في حد ذاته المتغير اللي اسمه اي دي طالما متغير نوعه انت في السي شارب القيمه المبدئيه ليه زيرو. المبدئيه ليه ايه؟ زيرو. في السي بلس بلس لا اي حاجه ممكن يجيب لك اي حاجه مثلا قيمه غير محدده. فاهمين الفكره؟ قيمه مش محدده فيجيب لك اي حاجه. طب احنا ممكن نعمل وقت في الحاله دي هنقول له ممكن نيجي نقول له هنا اف ان كده ماشي الس يعني افتراضا ان الاي دي ما كانش كده اقول له مثلا اي دي بيساوي خليه 1 2 3 4 5 6 خليه وحايد. ده لو ما كانش ايه؟ لو كان حاجه غير يعني ما كانش 6 خانات يبقى احط فيه 6 وحاجه. ده لو كانش 6 خانات او نطلع ايرور. احنا مش خدنا بقى اهو مش احنا خدنا جمله ثرو امبارح اقول له ثرو نيو ارجمنت لازم مستدعى من سيستم دوت ارجمنت اكسبشن. ارجمنت يعني قيمه مبعوثه. ارجمنت يعني قيمه مرسله. اقول له ارجمنت اكسبشن يعني قيمه مرسله خاطئه. واقول له مثلا ايه؟ هقول له مثلا اي دي مش 6 ديجيت.
لا هتطلع في ايرور بعيد عنك. خلاص عشان اخدنا الكلام ده امبارح، الكلمه الثرو دي معناها اضرب وطلع ايرور وقول لازم تخليها ست خرائط. خلاص كده؟ طيب. المهم ارجع للشاشه بتاعتي واخش تحت الزرار تاني. خلاص انا دخلت هنا فهنا هيضرب كده خلاص احنا عارفين، حتى لو حبيت تجرب من قبل ما تكمل بقيه اكوادك. قبل ما تكمل بقيه الاكواد بتاعتك لو عملت كده رن او ستارت. دوس على زرار هو هيضرب ما تقلقش. شفت؟ طلع اهو. طلع ايرو زي الاوراق اللي بتطلع لنا، اشمعنى احنا يعني يطلع لنا نطلع احنا شويه يعني. خلاص؟ وطلع لي الرساله الاصليه اللي احنا ايه؟ عملناها الاي دي ماست بي 6 ايه ديجيت. خلاص كده؟ طيب. فاحنا طبعا احنا بنبرمج نطلع محترمين، خد بالك بقى هنا من ايه؟ هنا كده لو انت عامل الكود ده مرفوع على الاوفر انترنت كويب سيرفيس ولا حاجه على كلاود ولا ايه حاجه من دي، هتلاقي هناك بقى ايه؟ بقى لو بعت اي حاجه غلط الكود بتاعه هو بقى هو البرنامج بتاعه هو اللي بيضرب بيطلع ايرور هو عنده هو. خدت بالك من الفكره؟ محدش يقول لي اعمل ايه بالايرور، يقول لك اه ما انت حاطين الكلام ده حاطينه على الانترنت مش اي حد يستخدمه. لو بعت لي اي محافظه او اي دوله مش موجوده البرنامج بتاعه هو اللي بيعمله هو بقى عنده يضرب، مش مهم عندي انا بقى. خلاص دي مش قضيتي، انا هنا بعمل برنامج مش انا مش انا اللي هعمل الشاشات، ده انا هعمل خدمه الناس تعمل عليها الشاشات، انا ماليش دعوه. خلاص كده؟ وانا احب اوجه الناس لدي يعني. هو بقى ممكن عنده بقى يعمل تراي كاتش بقى ويعيش. هيبقى اسمه النوع ارجمنت اكسبشن. خلاص كده؟ زميلنا بيسال سؤال، قال لي طب ماشي افترضنا ان الشاشه دي افترض كده. تخيل ان الشاشه دي برنامج حد تاني غيرنا اللي عامله. خلاص؟ والكلاس ده احنا حاطينه وقت على الانترنت بتاعنا احنا مثلا افتراضا يعني. وهو دلوقتي لما يجي بيدخل رقم غلط بيضرب منه. صح ولا لا؟ عايز يحمي نفسه، يحمي نفسه ازاي بقى؟ قول له اه بقى عشان اتعلمنا برده امبارح تراي كاتش وكلام من ده. خلاص؟ يبقى هو هنا بقى ممكن يضطر يجي هنا بقى ويعمل تراي على الحته دي عشان ممكن يطلع ايرور، ويعمل لها كاتش ويحدد النوع اللي هو ارجمنت اكسبشن، ويحدد هو هيطلع رساله شكلها عامل ازاي، يعيش هو مع نفسه بقى في الابلكيشن بتاعه. لكن احنا كده براءه. فهمت حاجه؟ طيب. ست خانات وبعد كده اقول له اس دوت سي هلو. كده افتح قال لي بعت لي بس الاسم، بعت لي بس مين؟ الاسم، قلت له احمد. طبعا ممكن اطلع الكلام ده في مسج بوكس ماشي عشان نحسه يعني. فاقول له مسج بوكس دوت شو، دي طبعا من اختراعهم هم. وانا احب دايما ان احنا نقدر يعني احنا نفهم كل حاجه تبان. الناس تيجي تقول لك ابدا من حيث انتهى الاخرون، ابدا من حيث انتهى الاخرون، ولا حد بيبدا ولا عارفين اين انتهى الاخرون. خلاص وضع المعتاد. هنا بقى احنا دلوقتي بناخد يعني الترتيب بتاع الكورس جميل ليه؟ لاننا بنعرف هم بنوا ازاي، لكن بنيجي نشتغل مش لازم نعمل كل حاجه بايدينا بقى، خلاص هنستخدم الحاجات اللي هم عاملينها برده من ضمن الشغل بتاعنا. خلاص؟ لكن نبدا نستخدمه في حاجات تخصنا، لكن مش هنبدا نعمل كل حاجه هم عملوها. خلاص؟ اعمل رن ادوس على سي هلو. ليه يا عم ستة ديجيتال؟ ما احنا بعتناها كام؟ طب ما احنا عملناها سبعة ما قلتليش ليه؟ ستة اهم يا عم. طيب ما هو أكبر من ده، أكبر من ده، في نفس الوقت الأي دي أصغر من ده، طب ما أيوه ما هو صح. كام دول؟ ده الأصفار في الدنيا. ايوه صح. ست خمسات اقل من الايه؟ انا مش عارف اعد الارقام. ما كده كان المفروض ايه الزكاوه بتاعتنا دي؟ احنا هنا بنختبر، احنا بنختبر الاي دي واحنا خزننا جوا حاجه. هنختبر قلت لك والله العظيم انا قلت كده. لا يا ولا. هنختبر القيمه اللي جايه لنا، القيمه اللي هتجيلنا. هل القيمه دي اكبر من كذا واقل من كذا؟ لو اه سجلها، لو مش قبل هنختبر الاي دي. احنا لسه سجلنا احسن حاجه جواها، المفروض نختبر القيمه اللي جايه لنا. خلاص
جزء بقى سيئة اللو قال لها اللو ايه احمد ما فيش عندنا اي مشكلة. بعد كده شفنا عملنا class حطينا جواه property وحطينا جواه method وحطينا جواه field وعملنا object واستخدمناه خلاص. لسه ما شرحناش بقيت برضو المفاهيم كلها اللي احنا اتكلمنا عنها.